مطروح الظل وغير بعمل اي حاجه عشان دافعت عنه وعن الزمالك وعن النادي بتاعي. الكلام ده حصل وقت اللجان لما مشي وقالوا لي هنذبحك بسكينه السلمه وهنعمل وهنعمل المستشفى كل حياتي في النادي اعمل وهنعمل. انا اللي بحبه ماليش دعوه باي حد تاني والله العظيم. انا بوصل لشيخ كلب بقى لو مشي ياخدني معاه. انا اكرم لي اكرم لي لو مسح في الفيلا بتاعته اكرم لي من الرجاله اللي بقى عجبني جايين عليا. انا كنت نفسي اوصل له ليله الفيلا بتاعته. استاذ حبيبي اهو استاذ احمد استاذ امير عمرهم ما زرعوني عمرهم ما جم عليا عمرهم ما جم عليا. الفلوس بتروح وتيجي لكن هو الناس الحلوه ما بتتعرفش. طلعوني ايام حسن موسى وحسين لبيب وبهدلوني سنه سنة وانا متمرمطة وجابوني سخن في النادي. حصل معاك ايه بالظبط وقتها؟ حصل كتير قوي. حصل كتير قوي. حصل ظلم كتير قوي قوي. ما كانش عندي السكر كنت زي الجبل. وكان النادي خيره عليا وعلى عيالي. كنت مستشار حد جميل. حد بالنسبة للنادي كله حد جميل. هو ليه هبته وليه كل حاجة جميلة في النادي. والله العظيم هو اللي قال النادي ده ما كانش كده. انا بحب انا مش فيه سيد وانا بحب سيادة المستشار وبقول له لو مشيت خد معاك بس مش هقدر اقول اكتر في القرية. لو مشيت يا ابو الغلابة خدني معاك يا سيادة المستشار خدني. انا كل يوم بقف عند الفيلا عند حضرتك وبكلمك والله واسال الحرس. انا تعبانة انا تعبانة يا حبيبي وهتمشي يا حبيبي هتمشي يا حبيبي. بحب والله هو عامل مزعل يا شريفة يا شريفة ايوه حطوا عليا ما تنسيني تسلمني يا ابويا تسلمني اللي ليك هنا يا اسد يا اسد يا اسد روح تسيب الكلام بس يا ويلي بس يا ويلي عز الله.